مساء الخير على كل مشاهدينا برنامج من أول السطر. طبعا النهاردة شكلي مختلف شوية، بس بعتذر عن أي صوت هيطلع مش مظبوط، شوية تعبانة. والنهاردة بقى بداية حلقتنا هتكون دسمة شوية. قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة حابة أعلق تعليق بسيط جدا عن موضوع حصل مؤخرا في المنصورة. وطبعا زي ما حضراتكم كلكم عارفين، الأسبوع اللي فات يوم رأس السنة حصلت مشكلة في المنصورة، تحرش بنتين غالبا كان 50 شاب أو أكتر. ولكن أنا مش طالعة أبرر أي حاجة ليهم أو للشباب، بس طالعة أدي رأيي بناء إن البرنامج بتاعي أسبوعي مش يومي. طبعا عايزين بس نتكلم في حاجة بسيطة جدا. أولا داعي الخلق للخالق، ملناش دعوة هم بيلبسوا ايه، ملناش دعوة هم كانوا عاملين ايه، ملناش دعوة بأي حاجة هم كانوا فيها. دي حاجة بينهم وبين ربنا، احنا ملناش ان احنا نتدخل فيها. ان يكون بقى شباب بتبص عليهم او ان هم عايزين يشوفوا هم لابسين ازاي او الكلام ده كله، برضو احنا ملناش دعوة بيهم. مش هرجع واقول زي ما ناس كتير جدا قالت ربنا قال غض البصر، نرجع نقول هم اللبس اشمئزهم شوية، ولكن برضو ما كانش ينفع التصرف خالص. بس احنا للأسف وصلنا مؤخرا للغريزة عندنا بقت بتعمل عندنا كده حاجة لاوعي، يعني ما بقيناش قادرين ان احنا نسيطر على الغريزة، بالعكس بقت الغريزة بتاعتنا هي اللي بتسيطر علينا. في الأول وفي الآخر ربنا يهدي شبابنا جميعا، وربنا يهدينا ويهدي أمة محمد. عايزين بقى النهاردة نتكلم عن حلقتنا. حلقتنا النهاردة بالنسبة لي أنا قعدت أفكر فيها كتير جدا لحد ما أنا خلصت الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت بعديها بيوم، كان طبعا يوم رأس السنة. تعبت شوية، خدت دور برد كده شديد، وما كنتش قادرة أخد نفسي، ما كنتش قادرة أتحرك، ما كنتش قادرة أعمل أي حاجة. بعديها بثلاث أربع أيام طبعا بعد بقى المستشفيات الكتير واللي بيسأل واللي بيتصل وكل الكلام ده، طبعا شكرا ليهم. ولكن جه رئيس التحرير بتاعي قال لي هنعمل ايه بقى الحلقة الجاية. من غير ما افكر خالص قلت له انا عايزة اتكلم عن موضوع قوي، وموضوع المرض. استغرب قوي، قال لي اشمعنى موضوع المرض في الحلقة دي؟ قلت له عشان انا لما تعبت وجالي شوية برد صغيرين اثروا عليا جدا. قعدت اقول مين اللي هيشيلني ومين اللي يستحملني؟ لولا مامتي كانت جنبي طبعا، هي اللي كانت بتسندني، هي اللي كانت بتجيب لي علاج، اخواتي، خطيبي، كل الكلام ده كله. طيب الناس اللي بجد تعبانه قوي، الناس اللي عندها مرض ربنا ابتلاهم بيه ولكن هم فعلا ابطال وبيعافروا، هم دول اللي محتاجين نشوف مين اللي بيسندهم وهم فعلا بيقدروا يقاوموا المرض ده ازاي. قعدت افكر كتير ما لقيتش غير مرض قوي قوي، مرض قاتل، مرض كل ما بيقرب لكل بيت واحد فينا لازم ياخد واحد وهو ماشي. ايه هو المرض ده؟ للاسف كان السرطان. مرض الكانسر بيأثر على كل بيت، لازم اول ما يخش البيت نبقى عارفين ان هو داخل بقضائه، داخل ومش هيسيبنا في حالنا. ولكن مش عايزه اتكلم اكتر من كده عن الموضوع، خلينا نشوفه بعد الفاصل مع ضيوفنا وضيوف حلقتنا النهارده. انتظرونا. بقى نرحب النهاردة بضيوف حلقتنا اللي منورني، وكمان معانا أبطال هتتعرفوا عليهم النهاردة. أول ضيف هيكون منورني النهاردة الدكتور عبد الوهاب رأفت، استشاري جراحة وطب الأورام بالمعهد القومي. أهلا بيك يا دكتور، نورتني. معانا كمان النهاردة بطل حلقتي والعزيز على قلبي أنا شخصيا، الطفل الجميل أو الراجل الكبير محمود سامي. نور يا محمود. معانا كمان أخوه محمد الجميل توأمه، ومعانا مامته أم البطل معانا النهاردة مدام فتحية. منورانا، ربنا يخليكي. طبعا النهاردة بقى يا دكتور حابين ان احنا نتكلم عن أبطال الكانسر، عايزين نفهم الناس المرض ده بيبتدي معانا ازاي او احنا بنستكشفه ازاي، وايه اول حاجة نبتدي ان احنا نعمل فحوصات عليها. هو الاول انا عايز اشرح يعني ايه كلمة كانسر. كانسر او كلمة خلايا خبيثة معناها ان هي خلايا نشطة بطريقة جنونية. مشكلة الكانسر أو مشكلة الخلايا الخبيثة إن هي الانتشار السريع عن طريق
القنوات الليمفاوية أو عن طريق الدم، فينتشر المرض في الجسم كله أو ينتشر للغدد الليمفاوية. بالنسبة لطريقة اكتشاف الكانسر أو إزاي نقدر نحمي نفسنا من الكانسر، فده بيعتمد على كل نوع ورم على حدة، يعني أورام الثدي غير أورام الغدة الدرقية، غير مثلا الحالة اللي كانت موجودة عند محمود اللي هي حالة الأوستيوساركوما اللي هي ورم في العظم. فكل ورم بيعتمد أساسا على طريقة اكتشاف معينة وبطريقة معينة وبخطوات معينة. طيب لو احنا مثلا هنتكلم عن المرض اللي جه لمحمود، بنبدا مثلا ان احنا استكشفناه ازاي او الكلام ده؟ عباره عن تورم موجود في الساق، اللي حصل عند محمود عباره عن تورم موجود في الساق. اوقات في بعض الاهالي بيفتكروا ان هو مثلا الطفل اتخبط، حصل له تجمع دموي عادي جدا وهيروح لوحده، لكن الورم بيبقى حاجه مختلفه. الورم بيتضخم في الحجم وبيكبر في الحجم، وبالتالي كل ما الورم يكبر في الحجم كل ما السيطره عليه تبقى اصعب. بمعنى ايه؟ لو انا عندي ورم مثلا حجمه 2 سنتي، لما اقدر اسيطر عليه جراحيا هقدر استأصله بحواف امان كويسه، وبحيث ان انا احافظ برضو على وظيفه الطرف اللي موجود. لكن لما يبقى الورم حجمه 15 او 20 سنتي، بيبقى دخل في الاوعيه الدمويه الاساسيه اللي موجوده في الطرف السفلي، دخل في العظم، افسد العظم، وبالتالي افسد الوظيفه اللي موجوده. فطبعا كل ما المريض يجي لي بدري كل ما يبقى اصلح له، وفي نفس الوقت نقدر نستأصل ورم بأمان كافي ونحافظ على الوظائف الحيوية للعضو المصاب. طيب امتى اعرف ان الكانسر موجود بشكل دائم في البيت لا قدر الله، او مثلا عايزة احمي ولادي منه، ايه التحاليل اللي بتكون مطلوبة في الاول؟ برضو ارجع اقول لحضرتك، هو على حسب نوع الورم. بمعنى مثلا اورام الثدي، اورام الثدي دي عبارة عن اورام متوارثة في العائلات تصل لنسبة من 15 لـ25%. بمعنى ان المريضة اللي بتجيلي عندها حد في عيلتها جاله ورم في الثدي قبل كده، بقول لها لازم تخلي بالك ان انت عرضة اكتر من الانسانة الطبيعية اللي عيلتها ما فيهاش اي قصة سرطانية بنسبة 15 لـ25%. فبطلب منها فحص ذاتي للثدي شهريا، وفي حالة وجود اي كلكية صغيرة في الثدي او اي تورم صغير في الثدي او اي افرازات من الثدي تلجأ للطبيب مباشرة. دي هتفرق معايا فيها، هتفرق معايا ان هي لما تجيلي هيجيلي ورم في مرحلة اولى حجمه اقل من 2 سم. لكن لو هي ما عندهاش المعلومات ديت ولقت كلكيعه صغيره في صدرها، ناس كتيره جدا بتطنش وتيجي في مرحله متاخره. المرحله المتاخره دي ممكن يكون حجم الورم كموضعيا كبر في الحجم، او يكون لا قدر الله انتشرت الخلايا السرطانيه عن طريق الاوعيه الدمويه وانتشر في الجسم كله، وبالتالي بقى مرحله رابعه. تمام. طب عايزين بقى نعرف قصه محمود يا مدام فتحيه، من الاول ابتدى يعاني بايه، او انت ابتديتي تحسي ان في حاجه غلط، في مرض بينتشر معاه، كان امتى؟ هو كان في رجله عادي، رجله وجعته وديناه للدكتور وعرفنا بعد كده. يعني ده بقى له كام سنه؟ من 2000 وكام 14 2014. اول حاجه ابتديتي ان انت تواجهيها في المرض كان طبعا حاجه صعبه جدا. حاجه صعبه جدا جدا، ما كنتش متخيلها، بس الحمد لله يعني الواحد اتاقلم باللي ربنا ادهوله يعني الحمد لله. بس ما كانش في حد موجود في العيله عنده نفس المرض؟ لا 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 خالص، يعني محمود اول حد في العيله. كان اول حد يجيله كانسر. عايزين بقى نعرف البطل محمود معانا النهارده، استقبلت ده ازاي بقى؟ يعني عادي، عشان كان في ناس بيقولوا لي ان هو يعني هتخف ان شاء الله وكده، انا ما كنتش بحط في بالي عشان انا هخف كده كده، غير كده اصلا يعني هو ربنا اصلا اداني كده عشان هو بيحبني. طبعا ربنا بيحبك وربنا بيحبنا كمان النهارده عشان انت معانا. ربنا يخليك. انت بقى توأمه صح؟ تكلمنا بقى شوية، بتتكلموا مع بعض ازاي، ولا بتيجي لما تلاقيه تعبان بتعمل ايه؟ بقعد العب معاه عشان ما يحسش بالمرض او حاجة زي كده يعني، او يتضايق وكده، وبهزر معاه وهادي يعني مفيش اي حاجة. تروحوا المدرسة مع بعض؟ في سنة كام؟ رابعة. وبتتعامل بقى معاه ازاي في الكلاس بتاعكو؟ يعني بتخلي حد يضربه ولا لا ما حدش ليه دعوة باخويا بقى؟ لا خليش حد يجي جنبه. تخليش حد يجي جنبه. طب عايزين بقى كمان نتكلم، في مسجات كتير جدا جات لنا على تنويه صفحتنا اول ما قلنا ان حضرتك معانا. ستات كتير جدا دخلت كلمتنا على المسجات، قالت لنا المرض ده هم بيخافوا ان هم يروحوا يكشفوا. يعني في ست بتقول لي انا حاسه ان هو عندي بس انا خايفه اروح اتاكد من ده. طيب هو احنا دايما المرضى اللي بيواجهوني دايما برضو بيسالوني السؤال ده، بس دايما اجابتي ليهم بتبقى هل احنا لو ما كشفناش او لو ما بدأناش العلاج هل الحاجه دي هتختفي لوحدها؟ لا طبعا لا، لكن ايه اللي هيحصل؟ المرحله هتسوء،
يعني بدل لما المريضه جايه لي في المرحله الاولى او الثانيه واقدر اعمل لها استئصال مثلا، هضرب مثال لورم الثدي عشان هم ستات، استئصال تحفظي للثدي، هتجي لي في المرحله الثالثه وساعتها اعمل لها استئصال كلي للثدي، وده هيفرق على السايكولوجي او الحاله النفسيه للمريضه. ولو هي في المرحله الثالثه وخايفه تجي لي، يوم ما هتيجي هتيجي في المرحله الرابعه اللي هو يكون الورم انتشر، ساعتها انا كجراح مش هقدر اسيطر على الورم جراحيا وهضطر ان احنا هنحولها عشان تاخد علاج كيميائي. فهي الفكره كلها مش تطنيش، مش عايزين نبقى زي النعامه اللي بتدفن راسها في الرمله، لا، الحل لكل داء دواء. الحل احنا عندنا اكتشاف للمرض، يبقى لازم نبقى شجعان، عندنا الشجاعه الكافيه زي محمود كده، وان احنا نواجه اللي قدامنا ونواجه المرض ونتغلب على المرض. وعلى فكره دلوقتي الاورام نسبه الشفاء فيها بتوصل لدرجات عاليه جدا، يعني اورام الثدي بتوصل ل 90%، اورام الغدد الليمفاويه بتوصل لنسبه 100%، لدرجه ان في بعض الاورام دلوقتي ما بنسميهاش اورام، بنسميها امراض، لان نسبه الشفاء فيها بتوصل ل 100%. طيب لو احنا بنتكلم برضو عن الكانسر، هو منتشر بنسبه مثلا كام اللي عند الرجال زي السيدات؟ يعني اني تحس ان النسبه بتاعته اعلى شويه؟ لا، هي ملهاش، هي مش بتتحسب كده، هي تتحسب ان الورم مثلا في السيدات اكتر نسبه اورام في السيدات هي اورام الثدي، اكتر نسبه اورام في الرجاله هي اورام البروستاتا. طبعا اورام الثدي منتشره، هي مش منتشره، هي بزياده انتشارها، لا، هي طرق اكتشاف الاورام هي اللي بقت حديثه، فبنقدر نجيب عدد اكتر من المرضى اورام دلوقتي نكتشفهم عن زمان. يعني زمان كان طرق اكتشاف الانفستيجيشنز والفحوصات اللي كانت بتبقى موجوده مش بنفس الكواليتي والكفاءه بتاعت دلوقتي، وبالتالي دلوقتي احنا بنقدر، يعني الحمد لله رب العالمين، ان احنا نقدر نكتشف عدد اكتر من الاورام بس في مراحل مبكره، وبالتالي نسبه الشفاء بتبقى اعلى من الاوقات السابقه اللي هو العقدين السابقين مثلا. طيب الناس اللي بيكون عندها الكانسر وبتكون مثلا حامل، او هي ما تعرفش، يعني هي مثلا حملت وفي نص الحمل راحت عملت تحاليل ولقيت لا قدر الله عندها المرض ده، المرض ده احنا نقدر نقول ان هو هيعدي الجنين ولا ساعتها بنفضل ان هو لا؟ الاورام ما بتعديش، او حتى موضوع اللي هو الابورشن او اجهاض الجنين عشان خاطر وجود ورم، ده برده ما بقاش موجود دلوقتي. لان برده دلوقتي برده نفس القصه، بتجي لي واحده حامل عندها ورم في الثدي، بنبدا نقول لها عادي جدا ما فيش اي مشكله ان احنا ناخد البنج الكلي بتاعنا ونعمل العمليه بتاعتنا، ما فيش اي مشكله خالص، ونستأصل الورم. اللي بنأخره شويه بعد لغايه بعد الولاده هو العلاج الكيميائي، لان العلاج الكيميائي دوت علاج بيتاخد في الوريد سيستمك عشان يسيطر على الخلايا الميكروسكوبيه اللي موجوده في الدم. طبعا طالما هو دخل في الدم العلاج الكيميائي معنى كده ان هو هيوصل للجنين عن طريق البلاسنتا، عن طريق الحبل السوري والمشيمه. هي دي الفكره. فانا عشان احمي الجنين من ان هو يتعرض للعلاج الكيميائي فباخر العلاج الكيميائي لغايه ما هي تولد، ومبقاش فتره كبيره. يعني هي لما تجي لي مثلا في الشهر الرابع ولا الخامس اعمل لها العمليه، عقبال لما تخف من الجرح وعقبال لما الدنيا تولد وكده هيبقى 4 شهور، مش هيفرق قوي ان هي تاخر العلاج الكيميائي ال4 شهور دول. اوكي. برضو من ضمن المسجات اللي جات لنا كان في يعني رجل دخل كلمني وبيقول لي هو مراته عندها الكانسر بقى لها فتره، ويعني حسب اللي هو قاله ان في بينهم تاخر في العلاقه او الكلام ده. هو بيسال دلوقتي هل العلاقه لو تمت بشكل تام هيكون في عدوى او الكلام ده؟ على حسب مكان الورم. بمعنى ايه؟ لو الورم موجود في الجهاز التناسلي للسيده في ريسك شويه عليه، يعني في اللي هو يعني في موضوع المعاشره الزوجيه. لكن لو الورم مثلا في الثدي او في الغده الدرقيه او في القولون ده ما بيأثرش خالص، ما فيش اي عدوى منها خالص. بس عادي يعني حتى معاملتها في البيت معاها في اولادها ياكلوا مع جداً. بعض الاورام بيشي. الاورام لا تنتقل بالدم، الاورام لا تنتقل بالعدوى، الاورام هي عباره عن جينات، خلايا بتبدا يحصل لها نشاط غير عادي تتكاثر. ايه سببها؟ احنا لغايه دلوقتي ما وصلناش لسبب معين للاورام، بس بيبقى في حاجه اسمها العوامل المساعده. زي ايه العوامل المساعده ديت مثلا؟ زي الجانب الوراثي في بعض الاورام، تمام، ده يعتبر عامل مساعد. زي التدخين يعتبر عامل مساعد. بس هل مثلا نضرب مثال للتدخين، التدخين عامل مساعد لسرطان الرئه، لكن هل كل مريض سرطان رئه لازم يكون مدخن؟ لا، بنسبه 20% من سرطانات الرئه بيبقى المرضى غير مدخنين. فعشان كده بقول لحضرتك هو الورم هو ذات نفسه عشان هو فكره او البيهيفير بتاعه او سلوكه مجنون، احنا مش عارفين ليه بيطلع هنا وليه ده بيجي له ورم وليه ده ما بيجيلوش ورم. مش بس كده، احنا ممكن يجي لنا 2 مرضى بنفس الورم
بنفس المرحله ونعملهم نفس نديهم نفس العلاج، واحد يخف واحد ما يخفش، واحد او الاثنين يخفوا واحد يحصل عنده ارتجاع واحد ما يحصلش عنده ارتجاع. ايه السبب؟ لان الاورام دي ذات نفسها حتى لو نفس نوع الورم في سب تايبس من الاورام، في انواع تاني يعني متكاثره من الاورام تحت العنوان الاساسي. تمام. طيب عايزين بقى مدام فتحيه تحكي لنا عن المغامره مع محمود، كانت طبعا طويله جدا، ربنا يكون في عون حضرتك باذن الله ويشفيه لك. عايزين نعرف موقف الدعم، مين اللي كان موجود مع حضرتك، مين اللي كان فعلا بيسند مش مجرد كلام بس؟ انا في مستشفى 57 في متطوعين، مكتب متطوعين بيبقى متخصص جدا بالاطفال، بيطلعوا يدعموهم نفسيا وكده يعني، وبعض الممثلين بصراحه لما كان محمود بيكبهم كانوا بيطلبهم كانوا بيجوا يعني. ولو هنتكلم بقى عن الدعم اللي كان من العيله، يعني كل الناس بصراحه، كل قرايبي بصراحه كانوا بيدعمونا، بس يعني الناس في المستشفى بصراحه كتير قوي متطوعين هم اللي دعموا محمود، لان كنا بنقعد فتره كبيره في المستشفى، فكان طبعا اكتر وقت كان بيحتاج وديهم كانوا بيطلعوا يلعبوا معاه ويتكلموا معاه. طيب لو هنتكلم بقى عن حاله محمود، وصلنا لحد ايه دلوقتي؟ احنا بعد عمليه 40 عمليه عمل باتري يعني امبيتيشن بلس. ووقف لحد كده ولا لا يعني وقف كده خلاص؟ لا خلاص كده، المفروض ان الحمد لله كده خلاص الحمد لله. وقف الورم لحد كده؟ لا هو وقف تمام الحمد لله. الحمد لله كل فتره بنعمل فحوصات والدنيا كويسه الحمد لله. عايزين بقى تدينا النهارده رساله لكل اللي بيشوفونا. في طبعا ناس ما بتكونش قلبها جايبها قوي، ان هم مش متخيلين لا ان ابني بيروح او ان حد من عندي هيروح مني خلاص بالمرض، عايزين نديلهم طريق دعم كده منك النهارده. يعني اهو ده اكبر مثال ان مفيش حاجه بعيده عن ربنا، طول ما احنا راضيين ربنا يرضينا الحمد لله. المهم الواحد يرضى باي حاجه. نرجع بقى تاني لمحمود، عايزاك بقى تحكي لي لما كنت بتروح مستشفى 57 كنت بتحس بايه بقى، وكان مين اللي بيلعب معاك هناك؟ انا في الاول كنت بتخني لما بروح، ما بحبش اروح، ما كنتش بحب، بس بعد كده بقى اتعرفت على واحده اسمها طنط عندليب، كانت بقى بتجيلي وكانت بتقعد بقى تلعب معايا وكده. وهي اللي علمته يعمل الحاجات دي كمان؟ كنت بتتعلم تعمل الحاجات دي؟ هي متطوعه دي بقى. قعدت قد ايه بقى هناك؟ قعدت اكتر مده، قعدت 3 شهور. كان ساعات كتير يعني من العمليه ونتحجز بالشهر والاثنين. كنت حضرتك بتكوني مرافقه معايا على طول؟ على طول. طب قول لي بقى هناك كنت بتكون مبسوط بقى عشان صحابك كانوا معاك وكده، ولا كنت عايز تروح البيت؟ في الاول ما كنتش عايزه اقعد، كنت عايزه اروح البيت، بس بعد ما عرفتهم بقيت احب اروح عشانهم. بتحب تروح عشان انت بتحب تروح تلعب بقى، انت بتتلكك كده. وانت بقى كلمنا شويه، لما هو بيتعب بيقولوا التوائم بيحسوا ببعض، بتحس بيه؟ بجد بتحس بايه بقى؟ اللي محدش بيجي يلعب معايا وكده، ويعني ما فيش حد يعني زي الاخ ولعبه وكده. بتبقى عايزه على طول يلعب معاك؟ عندكم اخوات تانيين ولا انتوا بس؟ انتوا بس ان شاء الله ربنا يخليه لك وتشوفيهم عرسان كده ونفرح بيهم كلنا ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا لسه حلقتنا طويله ما خلصتش، وطبعا اسرار وكواليس الكانسر مش هتخلص معانا، وهنطلع لفاصل بسيط ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وزي ما قلت لكم طبعا موضوعنا النهارده كبير مش هيخلص ولا في حلقه ولا في اتنين. ربنا يشفي كل مريض باذن الله. ولكن هنرجع تاني لاسئلتنا مع الدكتور النهارده. دكتور عبد الوهاب، عايزين نتكلم شويه عن اصعب حالات جات لك في العياده، ويعني حاجه داخليه كده بينك وبين نفسك كطب طبعا، قعدت تقول لا ده اول مره حاجه زي دي تقابلني، او انت بينك وبين نفسك استصعبت الامر ان هي هتنجح شويه. هو يعني تقريبا يعني قبل عيد الاضحى اللي فات جالي مريض من السعوديه، كان 71 سنه وعنده ورم في البنكرياس، وكان راح مستشفى كينج فيصل ملك فيصل، وكانوا قالوا له ان هو ملوش جراحه لان هو حالته الصحيه لا تستدعي لا ما تستحملش ان هو يعمل عمليه كبرى زي كده. هو لما جالي يعني انا برضو فكرت زي ما هم فكروا بالظبط ان هو جاي على وير شير، يعني جاي على كرسي متحرك. فانا قررت ان انا اشرك معايا طبيب التخدير اللي بينيم لي حالاتي، ودخلنا المستشفى وجبنا دكتور تغذيه وبدانا نديله التغذيه ما قبل العمليه الجراحيه لمده اسبوع. اتحسن وظهر جدا عليه التحسن، اللي هو ما كانش ولا بياكل ولا بيشرب. و بعد كده بدل ما كان على كرسي متحرك بدا يتحرك في المستشفى قبل العمليه. عملنا له العمليه الحمد لله رب العالمين وقام بالسلامه وسافر السعوديه، رجع السعوديه بعديها باربع اسابيع. دي من العمليات الجراحيه اولا الكبرى، عمليه البنكرياس وابرام البنكرياس. انا بصراحه كنت متردد اعمل العمليه ولا ما اعملهاش عشان سنه كبير. دايما بنقعد نفكر في العمليه قبل ما نعملها، هل المريض هيستفيد ولا مش هيستفيد؟ لان المريض الذي لا اللي ما يستحملش العلاج ما ينفعش ان احنا نديله علاج، بمعنى ان مريض ما يستحملش عمليه ما ينفعش اعمل له عمليه، مريض ما يستحملش علاج كيميائي ما اقدرش اعمل له علاج ما اقدرش اديله علاج كيميائي. لكن احنا في الاول وفي الاخر احنا بنتوكل على الله وبنعمل العمليه، وطبعا الشفاء بايد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يعني طبعا ونعم بالله. العمليه نجحت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. طب خلاص بقى احنا كلنا نروح للدكتور. منورنا يا دكتور. طيب هنتكلم بقى مدام فتحيه النهارده عن الناس اللي هي من جواها كده بتبص بصة مثلا، انا اسفه طبعا، التنمر شويه. يعني مثلا معانا في الكلاس بتاعنا بيكون موجودين طبعا اطفال كتير، فاول ما يحسوا ان في طفل مصاب بحاجه معينه يبتدوا ان هم يبعدوا ابنهم عنه، لا ما تاكلش منه، لا ما تسندش منه ميه، الكلام اللي احنا مش عايزين نفهمه طبعا للناس لان هي منظومه خطا، بس احنا عايزين نقول لهم ان ده غلط. ده هو التنمر في حاجه تانية، ان هو مثلا بيقولوا له تستاهل اللي انت فيه ده، بعد كده يعرف انه عنده كانسر، اللي يقوله برجل ونص، حاجات كده يعني كتير. تقدري تتعاملي ازاي مع النوعيه دي؟ لا بسيبهم وبمشي، بس بعرف محمود ان عادي هتقابل ناس كتيره كده وما ياثرش فيك حاجه، انت من جواك ما يهمكش، رجل ونص برجل بربع، انت ولا الانسان برجله ولا بايده. تمام. الحاجه اللي مش بايدك فيها حاجه خلاص. طب المدرسين بيقدروا يتعاملوا مع حاله محمود ازاي؟ بصراحه المدرسه اللي احنا فيها دي ناس يعني كويسين جدا، من المديره لكل الناس تعاملوا مع محمود. يعني انا مع محمود مثلا في الدراسه بقعد معاه من يوم من اوله لاخره. تمام. سامحين لي بكده يعني. لا المدرسين كويسين جدا الحمد لله. طب بيقدروا يعاملوا ان هو طفل بشكل طبيعي يعني عادي، ولا بيخلي بالهم دايما في ايام الامتحانات او الكلام ده بتبقى يعني بيخلوا بالهم من؟ لا بيتعامل عادي بصراحه. التعب اللي عنده؟ لا لان هو دلوقتي بقى كويس الحمد يعني لله. قبل ما نعمل عمليه البتر كان ممكن مثلا، اما دلوقتي الاول ما كناش بنروح المدرسه غير مثلا مره مرتين في الاسبوع، بعد عمليه البتر دي محمود حس ان هو انسان طبيعي جدا وزيه زي الناس وعادي بقى يروح وما فيش اي مشكله الحمد لله، بيتعاملوا معاه عادي وكويسين. معانا تليفون. الو. الو. معانا استاذ يحيى من الجيزه، اتفضل. الو. ايوه اتفضل يا فندم. انا كنت واصل بس عشان اسلم على صديقي. اتفضل. الو. محمود. الو. جاي لك تليفون، رد انت، انا مش هرد بقى. رد عليه. اسمه؟ اسمك ايه طيب؟ يحيى، معاك يحيى. ازيك يا يحيى؟ هو عارف، انت عرفت انا مين طبعا، اول ما قلت صديقي عرفت انا مين. ده يحيى من المستشفى. عامل ايه؟ اه يحيى ده بقى اللي بيضحك محمود في اي وقت. لا 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 ما تتكلميش عني بعدين. ما تتكلميش عني بعدين. طيب حاضر. تحب تقول لي يحيى النهارده، قصدي يا يحيى معلش، تحب تقول لي ايه بقى لمحمود معانا؟
مش عارف والله، بس ان شاء الله هشوفه احسن واحد يعني ان شاء الله. بإذن الله. شكرا يا يحيى، نورتنا. شوف بقى ده انت ليك جمهور خلاص، ده هيغطي عليا بعد كده. منورنا. نرجع بقى لموضوعنا تاني. عايزين النهارده برضو يا دكتور تكلمنا عن سرطان الرحم. سرطان الرحم ده، احنا الرحم عباره او الجهاز التناسلي في الاناث عباره عن الرحم والمبايض وقنوات فالوب وعنق الرحم والمهبل. كل جزء من الاجزاء ديت ممكن يصاب بالاورام. يعني في حاجه اسمها سرطان الرحم، في حاجه اسمها سرطان عنق الرحم، في حاجه اسمها سرطان المبايض، في حاجه اسمها سرطان المهبل، وكل سرطان ليه العلاج الخاص بتاعه. احنا الفكره كلها هنتكلم عن اهم حاجه تهم المشاهد دلوقتي، ازاي اقدر يحصل لي اكتشاف مبكر لو عندي لا قدر الله سرطان في الرحم او عنق الرحم او المبايض. سرطان الرحم وعنق الرحم اول علامه بتظهر هي وجود النزيف المهبلي في وقت مش وقته. بمعنى ايه؟ لو هي قبل ال 45 او ال 50 سنه يبقى في وقت غير وقت البيريود، الدوره الشهريه. تمام. اما لو هي معديه ال 50 سنه، الطبيعي ان ما فيش بيريود اصلا، ما فيش اي نزيف مهبلي، فلو حصل نزيف مهبلي على طول بنبقى عندنا اشتباه بوجود سرطان الرحم او سرطان عنق الرحم. وبالتالي بنبدا نعمل الفحوصات الدوريه على طول اللي هي صوره الكحتور رنين المغناطيسي، ونشوف الورم في انهي مرحله بالظبط، ونبدا بعد كده ان شاء الله يتم رحله علاجه. طيب بالنسبه لسرطان المبايض، سرطان المبايض اكتشافه اكتر بيعتمد على الاشعاعات، لان المبايض يعني ما فيش منها بيحصل نزيف، لكن هي عباره عن بيبقى تضخم في المبيض. تضخم في المبيض للاسف عشان خاطر المبيض ده موجود جوه البطن، والبطن مساحتها كبيره، فعشان نبدا نقول ان الورم كبر وبدانا نحسه لازم يوصل لحجم 10 سم على الاقل، وهو حجم المبيض في الاساس 3 4 سم. فبالتالي سرطان المبايض بنعتمد اعتماد كامل على اكتشافه بالاشعاعات. الاشعاعات دي ممكن تكون اشعاعات بنسميها انسيدنتال فايندنج، اكتشاف بالصدفه. رايحه تعمل سونار على بطنها عشان اي حاجه، لقيت ان في كتله موجوده في المبيض. سرطان المبايض بمجرد ما احنا بنحصل فيه اشتباه بيبقى فيه حاجه اسمها دلالات الاورام لازم يتم سحبها، وبنعمل برضو الاشعه المقطعيه اللي على الرئه واللي على البطن عشان خاطر نقدر نحدد المرحله اللي احنا فيها. بناء على نتيجه المرحله دي نبدا نقول اذا كنا هنبتدي بالجراحه الاول ولا هنبتدي بحاجه تانية. لو المريضه جايه لي في مرحله مبكره نبتدي بالجراحه، تبقى في صوره استئصال كامل للرحم والمبايض والغدد الليمفاويه ومنديل البطن، و لو جايه في مرحله متاخره شويه ممكن ابتدي معاها بالعلاج الكيميائي الاول، ناملين ان هو يجيب نتيجه ويصغر حجم الورم علشان نقدر نعمل الجراحه ويتم الشفاء على خير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عندنا كده ممكن مثلا حاله تجي لحضرتك بنوته صغيره ويكون لا قدر الله بعد الشهر طبعا عندها المرض ده في الرحم، حضرتك ممكن ده يحصل ولا؟ للاسف يعني انا واجهت ثلاث حالات بالمنظر ده، بتبقى حالات صعبه طبعا، لان انا عشان اقول بنوته صغيره ما اتجوزتش او بنوته صغيره ما خلفتش لسه وعندها سرطان في الرحم، بيبقى عندنا اختيار ما بين الاثنين، هل احنا ننقذ حياتها ونمشي في خطوات العلاج المظبوطه، ولا ان احنا نخاطر عشان خاطر البريجنسي ان تخلف تتجوز وتخلف وتولد. فيعني الابحاث العلميه كلها بتقول دلوقتي ان هو لازم يكون الورم في المرحله المبكره جدا. المبكرة جدا دي اللي احنا بنسميها ستيج 1A، مرحلة رقم واحد تصنيف A، بنقدر ساعتها نعمل كحت للورم ونحاول نسرع في عملية الحمل، ودي حاجة مش في ايدينا، دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى، خلال ست شهور بالكتير. لو ما حصلش لازم نجري العملية الجراحية اللي المفروض تتعمل اللي هي استئصال الرحم. ودي بتبقى حالات صعبة جدا يعني. طبعاً. يعني صعبة ان احنا نفهمها للمريضة، والمريضة ممكن ما تقبلش فيها بيها، بس الفكرة كلها يعني دي في حاجة فيها خطورة على حياتها وحاجة ليها علاقة بالإنجاب والأولاد. قابلنا مرة مثلا من الحالات دي وأهلها رفضوا ان انت خلتش لي رحم؟ الحالة اللي هي رفضت كانت اللي احنا المفروض كنا هنعمل لها حاجة اسمها تخزين مبايض وتخصيب خارجي الاي بي اف اللي هو طفل الانابيب، بحيث ان احنا نقدر نسرع في الموضوع دوت، بس يعني للاسف خلال الست شهور ما حصلش الحمل. زي ما بقول لحضرتك يعني دي حاجه مش بايدينا، اكيد طبعا حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى، واجرت العمليه الجراحيه.
يعني حياتها هتبقى في خطر. اكيد طبعا صح مظبوط. معانا تليفون ونرجع نكمل تاني موضوعنا. استاذه ساره الو. السلام عليكم. استاذن حضرتك بس توطي التلفزيون. حاضر. اتفضلي. معاكي ميس ساره مدرسه محمود. اتفضلي يا فندم. محمود معاكي. اتفضلي. ازيك يا محمود عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا محمد؟ لا محمود طالب جميل ما شاء الله عليه ومتفوق وممتاز كمان وبيتعامل عادي جدا كأي طالب عادي. بيتشقى بقى ولا نقدر نقول بقى عليه حد كده هادي في نفسه؟ لا قولي. لا قولي. مامته متاحه معانا بتقولك قولي خلاص. لا 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 محمود هادي لكن محمد اللي شقي. ما هو لازم بقى لازم هيبقوا الاثنين. نورتينا يا ميس ساره. ميرسي جدا على مداخلتك لينا. يا رب. ميرسي لحضرتك. طيب هنرجع بقى نكمل تاني مع حضرتك. عايزين تدينا النهارده مثال قوي جدا كنت دايما بتديه لمحمود. يعني دايما كنت كل ما تحسي ان محمود بيضعف شويه تبتدي ده قدامك ده مثالك. ايوه انا عشان يعني لما عملنا عمليه الباترو كده جبت له اللي هو ياسين الزغبي. ولد كده كان طالع قبل كده في المعرية عارف محمود فكنت جايبه اجيبه دايما. مين تاني؟ كابتن احمد. وكابتن احمد ميدو اللي هو الضابط برضو. طبعا برضو جه محمود واتكلم معاه والاساس برضو انه يعمل العمليه دي كان استاذ احمد فراوكس برضو كان السبب في ان محمود يعني يعمل اقنعه بصراحه. طيب لو هنتكلم بقى عن مش مثل اعلى احنا بنتكلم عن مصدر سعاده لمحمود. محمود لما يكشر نجيب له حد يضحكه هو مين؟ ده بقى اللي هيعدي معاه. مين؟ يحيى. يحيى. طب يعني يحيى نجز معانا النهارده. يعني هو نزل العمليات يقول له هاتوا لي يحيى. ولما اتحجز في الرعايه برضو كان يحيى كل شويه يجي له عشان يبسطه. طب قول لي بقى نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ هو كان حاجات كتير قوي. قول انت. كنت انا عايزه اطلع ضابط بعد كده ما كانش ينفع، بعد كده كنت عايزه اطلع طياره مش هينفع. بعد كده دلوقتي بقى عايزه اطلع اللي هو مهندس. هي حاجه مش عارفه اقولها ان هم بتوع الديكور بس فنون جميله. ديكور بس فنون جميل. احنا هنكتشف القسم ده وهنعمله لك. احنا بنوعدك. مهندس بقى. مهندس. مهندس باذن الله هتكون احسن مهندس في الدنيا. وانت بقى يا محمد عايز تطلع ايه؟ مهندس معماري. مهندس معماري. يبقى معانا اثنين عمالقه في الهندسه يعني خلاص نستناهم. طبعا الموضوع النهارده كان شخصي بالنسبه لي، كنت حابه ان انا اتكلم عليه جدا. اول ما رئيس تحرير البرنامج جاب لي حاله محمود انا كنت اول واحده قلت له انا عايزاه، مش عايزاه عشان بس البرنامج، انا عايزاه عشان في اطفال كتير قوي. احنا دلوقتي بنناقش موضوع مهم قوي. احنا بنناقش ان عندنا اطفال بقت كل حياتها التنمر، بقت كل حاجه عندها دكتور سلبيه، عايزين بس يشتروا حاجات ياخدوا فلوس يلعبوا الكلام ده كله، مش عايزين ان هم يبقوا حاجه، مش متخيلين ان هم في يوم من الايام يعرفوا يشيلوا مسؤوليه او الكلام ده. لما لقيت حاله محمود اصريت جدا عليها عشان يطلع النهارده معانا ويوجه رساله للي في سنه ويقول لهم انا لسه قوي زي ما انا، ما ضعفتش خالص، عندنا ايد وعندنا رجل وعندنا عين، عندنا كل حاجه هنحمد ربنا عليها، حتى المرض هنحمد ربنا عليه. صح. عايزين بقى تبص كده للكاميرا وتكلم بقى لكل اصحابك وكل الناس اللي بتحبك النهارده. كنت هقول حاجه واحده بس، اهم حاجه ما حدش يخاف، كل حاجه سيبوها لربنا، غير كده عادي يعني ما حدش يخاف من المرض لانه حاجه عاديه، حاجه عاديه قوي. حسيت بايه اول ما ماما قالت لك ان انت عندك مرض صعب شويه؟ هو انا اول كام يوم كده كنت قاعد بعيط بس بعد كده ولا حاسه على فارق معايا. يعني نقول بقى لكل اللي بيتفرج علينا النهارده كبير او صغير ربنا موجود والمرض ما فيهوش كبير ولا صغير. ايوه طبعا. وطول ما احنا بنقول يا رب ربنا هيشفينا كلنا. صح. ايوه. طيب معانا مكالمه من القاهره ام ياسين. الو. الو.
ايوه استاذه منى. ايوه اتفضلي. منوره الدنيا بصراحه. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي لي، بنورك، اتفضلي. عايزه اكلم محمود. معاكي محمود اهو، ردي يا محمود. ايوه محمود، انت الله اكبر عليك يا حبيبي، ربنا يشفيك ربنا يخليك. ومش عارفه اقول لك ايه يا حبيبي صراحه، انت راجل كبير وزي العسل. شكرا. ميرسي جدا لمداخله حضرتك ام ياسين، نورتينا، ميرسي. كل الدعم النهارده كان جاي لمحمود. بقى معانا كمان هديه بسيطه كده من فريق البرنامج، حابين ان احنا نقدمها لبطل حلقتنا ونشكره. بس ثواني بقى ناخد الهديه البسيطه بتاعته كده. انت النهارده ما كنتش بطل حلقتي بس، انت بطل اليوم كله، بطل البرنامج. معانا دي ميداليه من فريق عمل برنامج من اول السطر، عشان محمود بطل حلقتي. ومعانا كمان بطل الحلقه عشان هو دايما اللي بيدعمه برضو، محمد. النهارده حلقتي زي ما قلت ما كانتش مجرد رساله، ولكن هي كان دعم. عايزين نوعي اطفالنا شويه، عايزين كل اللي اتفرج على محمود يقدر يقول ان في حاجات كتير قوي حلوه، حاجات كتير قوي ممكن نتفرج عليها من بره. ما نبصش بس على نص الكوبايه الفاضي، في نص كتير قوي مليان، وممكن كمان ربنا يكون مدينا اكتر من النص. كان عندنا النهارده نموذج مثالي قوي لمامتهم وهي بتتكلم، كنت شايفه في عينيها دموع كتير ولكن هي دايما مبتسمه. يمكن هي بتداري الدموع دي على اطفالها، بس طبعا كل ام النهارده اتفرجت عليها حاسه بيها. كمان عايزه اشكر دكتوري اللي نورني ونور حلقتي النهارده، الدكتور عبد الوهاب، ادانا مسجات كتير قوي النهارده في المرض. ويا ريت يا ريت بجد كل حد حاسس ان عنده المرض ده او حاسس ان هو هيقدر ان هو يعافر فيه شويه، يا ريت نمد خطوه للاحسن، عشان في ناس كتير قوي مستحملانا وناس كتير جدا عايزه تساندنا في حياتنا. مش حابه اطول عليكم اكتر من كده، ولكن انتظرونا في حلقه جديده وكل يوم حكايه من حكايات من اول السطر. شكرا لكم.